شمس. نعم. شلون اشتغلتي؟ بتر تشيكن. نعم بتر تشيكن على الطريقة اللي شرحناها شيف حيدر. أول شيء سلكت الطماطة قطعتها من فوقيش بشكل مربع على مود يعني نزيل القشر بسهولة. وراها يعني خليتها بمي بارد وسويتها بالخلاط، وبعدين ضربت الزنجبيل والثوم بشوية مي وشوي رشة زيت بالخلاط، وحمست بصل وخليت الخلطة عليهم، خليت التوابل عليهم والسبايس. بعدين خليت خليط الطماطة والدجاج على صفحة همين تبلته، روب لبن، ليمون وكمون، بابريكا، ملح، فلفل وكاري أكيد. الله يبارك بيك. شكرا. شمس، دائما البتر تشيكن يصير الصوص اكثر من الدجاج. اوكي. نعم. انا شفتك باثناء التحضير اشتغلتيها على الطريقه الصحيحه مو بس اهم شيء السبايس. الدجاج لازم يستوي اكثر. بالنسبة للدجاج، الدجاج اللي عندي اللقمة اللي خليته مستوية زين، كل زينة. يوم شيف حيدر مو زين ليش؟ يعني عندك وحدة كبيرة وحدة صغيرة، فأنت هنا عندك شوفوا هاي تفاوت القطع، فدائما احنا نقول نركز على التقطيعات مالتنا حتى الاستواء يكون صحيح. الصوص عندك اوكي، السبايسي مالته حلو ممتاز، الرز مطبوخ بصورة حلوة، شيء على شيء يعني وصلت المطبخ الهندي بصورة صحيحة. الحكام بهذا المطبخ الهندي كانوا يبحثون عن النكهة الهندية السبايس، فمن ذوقوا الأطباق اللي قبلي هواي انطوهم ملاحظات إنه وين السبايس، وين ما جاي أحس أكل أكل هندي. فأنا كنت متأكدة إنه من راح يذوقون طبقي راح يحسون بهاي النكهة، لأن كلش ركزت على إضافة الفلفل الباكستاني والكاري اللي هن من أهم التوابل بالأطباق الهندية، فالحمد لله وصلت لهم النكهة.